السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على برنامج أو موقع اسمه FIIX. ده عبارة عن أحد تطبيقات الـ CMMS اللي هي Computerized Maintenance Management System. بيعمل عملية متابعة لعمليات الصيانة اللي موجودة في المنشأة أو في المبنى. دلوقتي ممكن المشروع خلص خلاص والمبنى بدأ يشتغل وبدأت ناس تبقى موجودة، فمحتاج ان انا اعمل له صيانة. فانا ببدأ احط عمليات الصيانة وابدأ اشوف ايه عمليات الصيانة اللي موجودة. هنا بتبدأ تقول لي work order back look، بيبدأ يقول لي ايه الحاجات الصيانة المفروض تتم خلال الاسبوع دوت او مش معمول لها سكادول او بيندينج او ليت وهكذا. تبدأ تشوف طيب العملية دي مع مين، هي بيبدا يجيب لي كل المعلومات عن عمليه الصيانه دي ومفروض مسانده لمين والستيتس بتاعتها اوبن ولا كلوزد. لو خلصت خلاص ببدا اقول له ان دي كلوزد، ببدا اشوف بقى هي اون هولد درافت اساين اوبن ريكويستد كلوزد كومبليت او كلوزد ان كومبليت بالشكل دوت. الاسيت المفروض ان اعملها صيانه، بيبدا يجيب لي القايمه فببدا اختار الحاجه اللي انا عايز اعملها الصيانة بتاعتها. البروجكت المشروع ممكن يكون عندي اكتر من مشروع. الجنرال معلومات عامة عن الموضوع. الليبر تاسك البارتس القطع الغيار اللي انا محتاج ان انا اغيرها، هو بيبدأ يجيبها لي، هو ادوس عليها فيبدأ يقول لي موجودة في المخازن مش موجودة، انا محتاج ان انا اشتريها وهكذا. طيب ممكن تيجي هنا بقى في الداشبورد بيبدأ يجيب لي الاوبن وورك اوردر لكل الاسيت، ويجيب لي العمليات اللي المفروض تخلص الاسبوع دوت، العمليات المتاخره، العمليات اللي خلصت، بيجيب لي معلومات عن كود العمليات الصيانه المفروض تتم في المبنى، الحاجات الخاصه بالـ CMMS. الكالندر بيجيب لي نتيجه الحاجات اللي المفروض تتم في الفتره ديت اهوت، دي مثلا المفروض تتم يوم ثلاث زي يوم الخميس اهيت، والمفروض مثلا تاخد ساعه تمام. تقدر تدوس عليها وتقدر تشوف كل المعلومات، وعمل لك هنا برضو باركود بحيث تقدر تاخدها بالموبايل تبقى كل المعلومات موجودة معاك. ممكن تشوف معلومات اكتر عن الموضوع، تقدر تغير التاريخ اللي كنت فيه عملية السيارة دي. الساين اسيت الاصول الموجودة عندنا يبدأ يعرفها لك، وتقدر تشوف كل المعلومات وتعمل لها الساين لحد معين. ممكن تعلم عليهم كلهم مثلا وتعمل لهم سبورت. تمام، دي الاسيت اساين تو مي، الحاجات اللي هي موجهه ليا انا اللي انا المفروض ان انا اعملها. عن هنا بتقول له واليوزر ريبورت تو مي، الناس اللي هي بتبع التقرير ليا اللي هو ان انا المفروض المدير بتاعها. ده هنا اساين ورك اوردر بيبقى يجيبها لي بالشكل دوت، البريورت بتاعتها، الوصف بتاعها، التايب بتاعتها، ريكوستد، وكل المعلومات اللي انت ممكن تحتاجها تلاقيها موجوده. فدي حاجه كويسه جدا لان دي شغلانه موجوده ومفيش كليه اتخرج. فلو اتقنت موضوع الفاسيلتي مانجمنت تضمن ان انت قاعد في المشروع ده مثلا 5 6 سنين قدام، 100 سنه المشروع ممكن يقعد 30 40 50 سنه 100 سنه، عكس مشروع الانشاءات بيبقى كبير مثلا سنتين ثلاثه ويخلص. انما هنا انت هتكمل بقى معاهم لحد ما المبنى يحبوا ان هم يغيروه او يحبوا ان هم يبنوا حاجه مكانها. دي حاجات خاصه بالمينتنس، هي السكادول، التاسك جروب، المشاريع اللي موجوده، في مشروع واحد بس هو الموجود هنا، نوتيفيكيشن يبدا يقول لي المعلومات اللي موجوده، الحاجات السنت التراس. هنا بقى قايمه بالاسيتس بالشكل دوت، الاكيوبمنت اللي موجوده، ويبدا يجيب لك الماتيريالز الموجوده. هتلاقي هنا السبلايرز اللي موجودين بحيث ان انت لو تتواصل مع اي حد فيهم، ده البارتس اند سبلايرز تبدا تشوفهم. مثلا الماوس اهوت هيبدا يجيب لي معلومات خاصه بالماوس، هنشتريناه منين ومن اللي ممكن نعمل معاه صيانه او حاجه زي كده. بيلف ماتيريال بيبدا يعرفها لي بالشكل دوت، ريبورت بيبدا يجيب لي التقارير بالشكل دوت، الشغل اللي خلص، الشغل اللي مخلصش، الشغل اللي وقف، الشغل اللي وهكذا، بيبدا يجيب لي معلومات كامله عن الموضوع دوت. بيبدا بقى يجيب لي يو ماست بروفايد اول تكست، المفروض تكتب كل المعلومات اللي انت بتاعها من تاريخ كذا مثلا من تاريخ كذا مثلا
هو اتاساين لمين لمين وهكذا، فبيبدا يجيب لك الريبورت حسب المعلومات الموجوده. بيقول لي المفروض في حاجه منقصه، هو ده الريبورت هو موجود بالمهام اللي موجوده في المشروع دوت.